بسم الاب والابن والروح القدس، الله الواحد امين. اهلا وسهلا بكم في برنامجنا ايه في حكايه، وايتنا النهارده متى 25 عدد 23 من الايات المشهوره: كنت امينا في القليل وقيمك على الكثير، ادخل الى فرح سيدك. وانا بصراحه عايز اتكلم معاكم فيما ايه هو القليل وايه هو الكثير. القليل كل ما في حياتنا الأرضية يعتبر قليل، وكل ما في السماء هو دوت الكتير. كل ما هو في إمكانياتنا وفي إيدينا ده القليل، وكل ما هو عطية من الله هو ده الكثير. فكن أمينا في القليل أقيمك على الكثير، معناها كن أمين في حياتك الأرضية وأنا هديك الأمور السماوية. كن أمينا في الإمكانيات البسيطة اللي في إيديك وأنا هديك الكتير كعطية وهبة مني. زي بالظبط لما تشوفوا في مثل في معجزة الإشباع الجموع، الخمس خبزات والسمكتين، كان الطفل اللي قدم الخبزات والسمكتين أمينا في عطيته لله، فبارك الله في العطية القليلة وأشبع بيها الكثيرين. هقول لكم على أمثلة على كن أمينا في القليل أقيمك على الكثير. تقول لي مثلا إزاي أوصل لتنفيذ وصية ربنا ليا في محبة الأعداء؟ دي وصية مش سهلة. أحبوا أعدائكم، احسنوا لمبغضيكم، باركوا لعنيكم. إزاي يعني؟ هقولك إزاي. كن أمينا في الحب من الخارج، ربنا يعطيك ما هو أعظم الحب من الداخل. هقولكم بصراحة، لو أنت زعلان من حد، صلي إن ربنا يسامحك ويسامحه، يغفر لك ويغفر له، يقبلك ويقبله، وحاول تقدم ليه محبة حتى لو ظاهرة من البرة، ليست على سبيل الرياء ولكن على سبيل الجهاد والتغصب. الفضيلة للواحد بيجتهد يغصب نفسه عشان ينفذ وصية ربنا. حبه من برة وصلي له، ربنا يحط في قلبك المحبة من جوه. حب عدوك حتى لو من برة، مش رياء، ما تتكلمش عليه بالشر من ظهره، ولكن اظهر لي أعمال محبة من برة حتى، واغصب نفسك عليها، وتأكد أن الله يملأ قلبك بالحب من جوه تجاهه. مش عارف أسامح فلان اللي عمل معايا كذا، سامحه حتى من برة، سامحه بالقليل بالإمكانيات البسيطة، والله يقيمك على الكتير، أنه يحط في قلبك غفران حقيقي وتسامح من جوه. تقول لي صلواتي ضعيفة وبسيطة ومش قادرة أصلي، أقول لك صلي، اغصب نفسك على الصلاة من برة، الصلاة اللي بالجسد، اللي بغصب نفسي في مواعيد معينة بطريقة معينة على الصلاة، الله يقيمك بعد شوية على الكثير، وتلاقي نفسك من جوه بعد شوية بتحب الصلاة وفرحان بيها. ما تتضايقش إن كنت بتغصب نفسك على أعمال الخير، ولكن لازم تمارسها وتغصب نفسك عليها تنفيذا لوصايا ربنا، وبعد كده الله يقيمك على الكثير. هو ده القليل اللي في إيديك. يوسف الصديق كان أمين في بيت أبوه، كان أمين في بيت فوتيفار، كان أمين في السجن، فبقى أمين على كل العالم. عشان كده كن أمينا فيما هو في يدك يقيمك الله على الكثير. افتكروا الآية: كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، متى 25-23. لربنا المجد دائما أبديا، آمين.